بيشرفنا وبيسعدنا جدا ان احنا نكون ما بين اسر شهداء الوطن، الشهداء اللي سقطوا عشان يحررونا جميعا، الشهداء اللي دفعوا الثمن بالدم عشان يحرروا مصر من الارهاب، وعشان يحرروا مصر من التنظيم الارهابي اللي اعلن الحرب على الشعب المصري كله. شهداء الجيش والشرطة اللي قد يكون النشطاء وما شابه نادرا لما يعني بيتكلموا عنهم ويظهروا دورهم، لكن عايز اقول لحضراتكم ان الشعب المصري، الشعب المصري اللي انتم منه، عارف كويس قوي اولادكم وازواجكم دفعوا ايه عشان هو يعيش في امان. تحيه للابن الشهيد علي عبد الحسين. كنداس كنظبط الصوت ممتاز. ده خرج لوحده ده عليه. ابراهيم سيد احمد البرولوسي، ابراهيم نصر سيد احمد البرولوسي، محمد احمد سحب الثاني من جيلك واسحب ورقه ثانية واحدة. اتفضل اسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهيد احمد شعبان ابراهيم عمارة. شركة الأجهزة السياحة هي القائمة بتنفيذ